صوت مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يلغي حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب لتمويل بناء جدار قرب الحدود الجنوبية مع المكسيك، وانضم أكثر من 10 نواب جمهوريين إلى أقرانهم الديمقراطيين في تأييد مشروع القانون الذي تم إقراره في النهاية بأغلبية 245 نائباً مقابل 182 نائب.